شوفوا الخوت غير وسط الكازا مي بروتيين صيفط ليا لي بروتيين ديالي ها هما هادو صيفط ليا الباك ديالي شكرا بزاف مي بروتيين سبونسور ديالي اللي كيدعمني اي حاجه بغيتها كيعطيها لي. المهم الخوت السيد اللي كيتحداني هو هذا هو مول 2 دراهم راه غيولي مول 2 ديال المليون كتبوا شي كومبا و 2 ديال المليون يديروا كومبا راه مشى قال لك ما لقاش الفلوس فوتي لقينا البنكه ساده اليوم غدات تجي الفلوس حتى لحد تكون البنكه حاله وغيجيب العار. السلام عليكم الخوت. المهم دابا كنت في حي مولاي عبد الله كنصب الطوموبيل ديالي حتى شي واحد كيتحداني جاب معايا شي 40 واحد كيتحداني ما عنديش مشكل في التحدي ولكن شي واحدين كانوا كيصوروا في التليفون هذوك اللي كانوا كيصوروا راه ما غنتفكش معاهم باش نكونوا متفاهمين يعني التحدي مرحبا صور للفيديو تلقاوه في يوتيوب. السي ادم راه ما بقاش في التصاور قدام منابر اعلاميه انا عطيه 30 مليون لا غلبني ونطيحو كاو في الروند الاول يلا جبت 30 مليون وطيحني كاو من الروند الاول بين ليا ما بقاتش في الهضره والله ما كتمرق بالله يلا بين ليا الخوت صدعتوا لي راسي بالتيك اللي كتصيفطوا ليا غير طاقيت لكم ديك سامي اي بوين وليتو كتصيفطوا لي التيك راه ماشي انا اللي كنلعب معاه راه الشكح اللي كيلعب معاه دخلوا عنده هو وصيفطوا لي التيك اللي ربحتو ماشي ليا انا او اللي ربح شي تيكي كيصيفط ليا الحماق هذا صيفطوا لسامي اي بوين انا طاقيه لكم. الخوت بالنسبه للكومبا ديال 30 مليون الناس اللي كانت كونتاكت معاهم قال لك حقا ما حقا اللي كان يمول الكومبا يعطي 30 مليون ما بقاش غادي يديرها ما بقاش غادي يمول هادشي كامل الخوت صاحبنا كان كيقلب على البوز ملي ما يحسبوش واقيلا غنجاوبو ملي جاوبتو هادي العسبه ها هي شو هي عاد غسلات نقولها بالصحه والراحه اللي ما قالش تبارك الله ام حسن من الاول علاش ما قبلتيش التحديات ديال الدراري الاخرين وقبلتي التحدي ديال 30 مليون راه نورمال اصاحبي واش نبقاو نضربوا على الخاوي ونمشيو ناكلوا العصا ونوكلوا العصا فابور راه نورمال نقبل التحدي ديال 30 مليون هو الاول راه حاجه طبيعيه واش نبقاو نافقوا ونكذبوا على راسنا اصاحبي راه انت وتكون الى السيد سفير الجمهوريه الجزائريه بالرباط الموضوع رساله احتجاج سلام تام بموجود مولانا الايمان سياده بروج ولا الدراري غادي دابا في الطريق تخرج في هاد الكاميو شنو مكتوبه فيه فايتر مقاتل باش اعترف بك كاميو خاصك تكون مقاتل ديال بصح تحياتي لكاع المقاتلين والرياضيين ديال المغرب كاملين. الخوت جيت عند الصباغي شوب تهلا فيا بياسات زوينين ها انتم هو خويا هشام الصباغي ها البياس الحر اللي بغى شي بياسه مزيانه يجي كلشي كاين الصنادل الجواك التيشيرتات السبرديلات الثمن مزيان دراري وبنات مرحبا بكم كلكم كيف قلت لكم ما كانش كيتوقع بانني نجاوبو كان باغي يدير لي البوز ويبان زعما راني بطل العالم انا شوفوني عندي الاحزمه ملي جاوبت وصلت مع الصح قلت له غادي نديرو الكومبا دابا حقا راه السبونسور اللي كان عطي 30 مليون ما بقاش غادي يعطي 30 مليون ملي قد بوالو ملي وزد فمك وسكت وجلس. الخوت الرجوله تحيه لكم بزاف 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 شكرا على التفاعل ديالكم تقريبا كل نهار كيشوفوا 400000 واحد ستوريات دراري ودريات شكرا بزاف انا غنخليكم الكونت التالي ديال الامبراطوريه مرحبا بكم كاملين تابوناو عندي في الكونت الثاني كنقدم لكم واحد الاميره هي هذه تلاقيتها شنو كندير انا ياسمين؟ تحديات افلام قصيره ولا بوكس وكل شيء قالت لي كنعرفك مزيان شنو تقولي له؟ كنغير بزاف بزاف الا ربح شي تيكي كيصيفط ليا دخلته اللعقه والله الا بان مربح هذا 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 وخوتي هادشي صيفطوه لسامي اي بوين ماشي لي انا نطقيه ليك بلوس ديال 30 مليون السيد اللي تحداني راه بطل العالم واش نخلي التحدي ديال واحد بطل العالم ونمشي نضارب مع واحد لا شيء السيد راه بروفيسيونيل عنده 21 كومبا وربحهم ب 21 بيهم نخلي انا واحد بطل العالم تحداني وقيلا نمشي نضارب في البحر عاوتاني بلوس ديال 30 مليون السيد اللي تحداني راه بطل العالم واش نخلي التحدي ديال واحد بطل العالم ونمشي نضارب مع واحد لا شيء السيد راه بروفيسيونيل عنده 21 كومبا وربحهم ب 21 بيهم نخلي انا واحد بطل العالم تحداني وقيلا نمشي نضارب في البحر عاوتاني. ندى علاش ما بغيتيش تزوجي بيا؟ نزار علاش تنسي من لولي؟ يلا سي نزار بن واعر شوف عطيك اوفر ذهبي من عند ندى حسي هي كتبغيها وكتموت عليها قالت لك واجه من لولي دير كومبا معاه لا طيحتيه غادي نتزوج بك ما كاين لا 40 مليون لا والو شكون بحالك اصاحبي كاين لا صداق لا 40 مليون لا عرس لا والو قالت لك هز حوايجك وتسكن معايا وتسكن معاها السي السي نزار ندى ماشي ندى نزار نزار ندى دابا انت غتولي نزار ندى غتهزك من يديك وتديك عندها للدار تسكنك واكل شارب تيبانو والديك يعني خاصك حاجه وحده انك تكون راجل وتلعب الكومبا ديال الرجال ما تبقاش هربان حيت السيده قالت لك انت يا بالكومبا وباللي قالت ما دافعتيش على راسك يعني بالزنقه غادي يشفروني ليك يشفروك يلاه بان واعر ودافع على راسك
وبين لي يلاه خش بمنابر اعلاميه كامله عاوتاني، قولها لهم قول لهم راه عندك كومبا، راه تكون حاضر انا دحاج.